وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وحول الجائزة يسرني أن يكون معنا في الأستوديو الدكتور زكريا الخاج القائم بعمل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. رحب بك دكتور في نشرة الثالثة، ونبارك نجاح النسخة العاشرة من جائزة التميز للحكومة الإلكترونية. بداية، هذه الجائزة كيف تساهم في دفع ودعم استراتيجيات والبرامج الوطنية وكذلك أيضا في رفض الاقتصاد الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكركم على هذه الفرصة. طبعا منذ انطلاق جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في عام 2008 كان الهدف الرئيسي هو تعزيز ثقافة التميز بين الجهات الحكومية ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كذلك جودة المشاريع الحكومية بمعايير دولية تبنتها الجائزة. الجائزة طبعا تتلاقى مع برنامج عمل الحكومة واستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية، من حيث أن لابد هناك نوع من المبادئ الرئيسية اللي مفترض أن كل مشاريع الحكومة تمر فيها لتحقيقها الفوز بالجائزة. من هذه المبادئ طبعا مبدأ تبسيط وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية. لابد أن تكون الخدمة أو المشروع الحكومي مقدم للجمهور بشكل بسيط سهل سلس الكل ممكن يستخدمه. مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور افترض أن يكون هناك نوع من الجودة ونوعية الخدمة الحكومية المقدمة للجمهور تكون نوعية راقية يستفيد منها المواطن بشكل سريع وسهل. مستوى رضا العملاء أو الجمهور طبعا لابد يكون هناك مستوى كبير من رضا العملاء حق الخدمة أو المشروع المقدم للجمهور. طبعا هاي مجموعة كذلك روح الابتكار والإبداع، هاي طبعا كلها مجموعة من المبادئ اللي حبينا يعني نأكد عليها في جائزة، ومن ثم هي طبعا تتلاقى مع الأهداف الحكومة الموقرة في برنامج عمل الحكومة. نعم، هناك مبدأ أساسي أيضا هو التنافسية. نرى في كل عام يعني عدد كبير من المتنافسين، خصوصا أن الجائزة تتميز بالشمولية، هناك قطاع حكومي قطاع خاص وقطاع الأفراد. بالتالي نود أن نتعرف أكثر على معايير الاختيار الفائزين بالجائزة. ومثل ما تفضلت أمرك، يعني برنامج الحكومة الإلكترونية هو برنامج مجتمعي موجه جميع قطاعات المجتمع البحريني. فجاءت الجائزة لتكرس هذا المفهوم بأنها تستهدف قطاع الحكومي، القطاع الخاص، قطاع مؤسسات المجتمع المدني، قطاع المواطنين والأفراد جميعا. فبالتالي نعمل على شراكة مجتمعية نشجع فيها الجمهور ونشجع فيها المجتمع البحريني بكافة قطاعاته على تبني مبدأ التحول الإلكتروني ومن ثم المساهمة في تطوير الأداء الحكومي وتقديم الخدمات الحكومية المتطورة. فهذا طبعا مبدأ رئيسي في تدشين أو تطوير جائزة الحكومة الإلكترونية. نعم، إلى أي مدى ساهم ذلك في تطوير الأداء الحكومي وتطوير القطاع الحكومي بشكل عام؟ خلال 10 سنوات السابقة طبعا استمرارية الجائزة حد ذاته لمدة 10 سنوات هو دليل على نجاح الجائزة ودليل على مصداقيتها وكذلك تبني الجهات الحكومية والمواطنين للجائزة نفسها لمبادئ الجائزة. نعم. احنا نرى حاليا بعد 10 سنوات من اطلاق الجائزة التطور الحكومي من خلال تبني مبادرات التحول الإلكتروني في البحرين. عندنا حاليا ما يتجاوز عن 380 خدمة حكومية متطورة تقدمها جميع الجهات الحكومية. لدينا ما يعادل 12 تطبيق ذكي في الأجهزة الذكية، أجهزة الهواتف النقالة متوفرة حق جميع المواطنين والجمهور باستخدام جميع الخدمات المتواجدة فيها. لدينا حاليا ما أكثر من في 2018 ما يعادل 1,300,000 معاملة إلكترونية. عندنا حاليا في سنة 2019 40 مشروع وطني يتجه نحو التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية، منها سينفذ إن شاء الله 2019 ومنها سيطلق إن شاء الله في 2019. مستوى رضا العملاء الجمهور البحريني على تقديم على مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم وصل إلى 80%. طبعا حسب دراسة جامعة البحرين الأخيرة في 2018، هاي طبعا كلها مؤشرات تصب أن هناك توجه قوي لمملكة البحرين في التحول الإلكتروني. نعم. والجائزة هي مساهمة تساهم في دفع هذا التحول الإلكتروني بشكل سريع. نعم. وتقدم مملكة البحرين في مؤشر الأمم المتحدة عن دليل كبير. نعم. في هذا التحول لا شك أن هالجائزة تمثل يعني أكبر مشجع للتحول الإلكتروني في مملكة البحرين، كذلك على مستوى أيضا ثقافة المجتمع الإلكترونية ساعدت هذه الجائزة في ذلك كثيرا. الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا.